ويحلى رمضان مع المرد للأطفال. كيف حالكم يا أبنائي؟ الحمد لله بخير وعافية. بمناسبة العافية، المدرسة تقيم نشاطاً اجتماعياً في المدينة وأود أن تشتركوا فيه. بالطبع يا أستاذ، ولكن عن أي شيء سيكون هذا النشاط؟ النشاط الأول سيكون عن زيارة المرضى، وسوف نقوم بزيارة المستشفى الرئيسي وتقديم الدعم الاجتماعي للمرضى. أمر غاية في النبل، أنا أول المشتركين. وأنا كذلك. وأنت يا حسان، ألن تشترك؟ بالطبع سأشترك، فهذه فرصة. حسناً، سأقوم بتسجيل أسمائكم، سأمر على باقي الطلاب. بالتوفيق. شعرت بشيء ما وأنت تقول فرصة. نعم فرصة، ندخل المستشفى ونقترب من مكان يتردد عليه الرجل الملثم ونعرف عنه الكثير. يا رب استرنا. نحن المحققون. كيف تسير أمورك يا حسان؟ هل كل شيء على ما يرام؟ الحمد لله يا أبي، كل شيء على ما يرام، ولقد اشتركت في نشاط اجتماعي تنظمه المدرسة. عن أي شيء يقوم هذا النشاط؟ زيارة المرضى في مستشفى المدينة وتقديم الدعم الاجتماعي والمعنوي لهم. فرصة عظيمة لك يا بني، زيارة المرضى ترقق القلب ولها أجر عظيم عند الله. وهذا الأجر يا أبي؟ أول شيء، إن هذا حق المسلم على أخيه المسلم. وهناك شيء هام، وهو معرفة نعمة الصحة التي يتمتع بها الأصحاء. أحسنت يا بني، هذه نعمة يغفل عنها الكثيرون. نحن المحققون. هل استمتعتم يا أبنائي بهذا اليوم؟ لأول مرة أشعر بحقيقة الجملة، الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، رغم أني أعرفها منذ زمن. صدقت يا بني، التجربة تؤكد الحكم والأقوال وتعلم أكثر من أي معلم. حقاً، هؤلاء المرضى كانوا يحتاجون إلى هذه الزيارة، فلقد كانوا فرحين للغاية. صدقت، فضلاً عن الدعاء المستمر منهم لنا، جزى الله مدرستنا خيراً على هذا النشاط. الحمد لله رب العالمين. نحن المحققون. كان يوماً مليئاً بالأحداث. بالفعل، خاصة الأخيرة، وذاك الرجل الملثم الذي يقترب منا وتقترب معه الحيرة. الغريب أنه خرج ولم يتحدث معه أحد. كان الاضطراب والخوف يبدو على تصرفاته. ولكن الشخص الذي مات، أكد الأطباء أنه مات موتاً طبيعياً، وليس هناك شبهة جنائية. السؤال، من هو هذا الشخص؟ وما علاقته بالرجل الملثم؟ سمعت من البعض أن الشخص الذي مات هو أحد الكتاب الروائيين الكبار. كاتب وروائي؟ وما علاقته بهذا السفاح؟ سمعت أيضاً من أحد الممرضين أن هذا الرجل الملثم كان يزوره باستمرار، لذلك كنا نراه كثيراً في المستشفى. أتقصد أنه ليس له علاقة بموت هذا الرجل، ولا سرقة خزانة المستشفى، ولا أي شيء مما سبق؟ ربما تكون هذه هي الحقيقة. وما رأيناه في البيت، هل كان خيالاً؟ لا، ليس خيالاً، لذلك سنعود ونزور البيت مرة أخرى. ماذا تقول يا حسان؟ هذا ما أراه صواباً، يجب أن نعرف ما يجري داخل هذا البيت، ومن هذا الرجل، وما حكايته. لا، لن أستطيع ذلك. لا بأس، سأذهب وحدي. ولكن يا حسان، هذا قراري وأنا أتحمل نتيجته. علشان ما يفوتك جديد قنوات المجد للأطفال، لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالمقطع.